بالتعاون بين وزارة التربية والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومنظمة إسعاف أول الدولية، أقيمت في مركز الباسل باللاذقية دورة تدريبية لعدد من مربيات الأطفال. دورة بعنوان تعزيز قدرات مربيات الأطفال للعمل مع الأطفال. حقيقة هي الدورة كتير غنية، الهدف منها تمكين المربيات من عدة محاور أساسية من خلال مادة علمية. الحقيبة التدريبية تم إعدادها من قبل المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. تتضمن هدف هذه الدورة، تتضمن الهدف الأول التعرف بالخصائص النمائية لتنمية الطفولة المبكرة. كان في تفاعل من قبل المتدربات، كان في تنسيق وتنظيم كتير جيد لانجاح هي الدورة من قبل مديرية التربية. هدف هي الدورة رفع سوية المربيات رياض الأطفال الحكومية. الدورة تهدف إلى تنمية الطفل وتعزيز قدراته العقلية والجسدية في سن مبكرة. بتمنى أنا تنعاد هاي الدورات لأنه كانت يعني قدمت كتير معلومات قيمة، لكن أنا أتمنى أنه يصير في دورات قادمة أكثر في التدريب والتطبيق العملي أوسع، على نطاق أوسع وأكبر بكتير وشاملة لكذا خبرة بالمنهاج. أخذنا نماذج معينة، كان بتمنى أنه النماذج تكون أكبر، طبعا هي كافية ووافية، ولكن ترسيخ المعلومة بيحتاج استلاء أوقات أكبر ودورات أكبر. هالدورة أضافت كتير أشياء إلي ولزملائي المربين، يعني أول شغلة أنه خلتنا نكون على صلة وثيقة بخصائص للطفل النمائية. أنا كيف بدي أتعامل مع هالطفل وهذا الطفل، وأكيد الأطفال كلهم ما بيكونوا على سوية واحدة، قدراتهم بتختلف. يعني كانت ضوء، كانت هالدورة بالنسبة لنا ضوء سلطة لنعرف كيف بدنا نتعامل مع هذا الكائن الصغير، هالطفل الصغير. دورة اجت نمت القدرات اللي عندنا اياها، اكتسبنا مهارات عديدة، كيفية التعامل مع الأطفال، أساليب التعامل معهم كونوا فينا أطفال متعددين. مناهج تعليمية ووسائل ترفيهية تضمنها برنامج الدورة بهدف تطوير مناهج التعليم وآليات التواصل مع الأطفال.